التاريخ يوزع الأدوار ويضع 3 لآلئ على الساحل و3 في الداخل ليترجم ثنائية الجغرافيا العمانية بين البر والبحر، بين القلاع والأشرعة، نزوى وبهلا والرستاق، قلهات وصحار ومسقط. تلك سنة التاريخ ومجريات الأحداث، وكأنها تتناغم مع المدن العتيقة في البلاد العربية. فقبل أن تكون القاهرة وبغداد، كانت الفسطاط والكوفة وغيرها. وللعواصم أدوار تلعبها، وكذلك فعلت العواصم العمانية، فمنها تصدر القرارات الكبيرة، وفيها مراكز إشعاع لنور العلم وتخريج العلماء، وهي الحصون المنيعة وأول من يستقبل الضيوف والمبعوثين والباحثين عن حياة أفضل. آثار قلهات تحكي مآثرها على عزف الأمواج، وشهباء نزوى تروي قصص الأئمة والعلماء، وقلعة بهلا شموخ جاوز 1000 عام، وسلوت يوم من أيام العرب، وجامع البياضة يزيد قلعة الرستاق وقارا وهيبة، والحزم أناقة التاريخ، وصحار ما زالت صحار كما وصفها الأولون، كثيرة الخيرات، أسواقها عجيبة، بين حصنها والبحر ملحمة لوطن الشمس. أما العامرة مسقط فما زالت تدون سفرا عظيما منذ أن اختارها حمد بن سعيد البوسعيدي عاصمة للبلاد قبل أكثر من 2 قرن من الزمان، منيعة عتيدة تحتفي بالزوار وتبهج النظار.